أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في أكثر من موضع في القرآن وصف هارون عليه السلام بالرسالة مع أنه على شريعة أخيه موسى عليه السلام، فهل يوصف هارون بأنه رسول أم نبي؟ يوصف بالرسالة تبع لرسالة موسى، ما هو باستقلال، إنما هو تبع. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، هو تبع لرسالة موسى عليه السلام، ما هو مستقل. ويقولون إن أنفع أخ لأخيه هو موسى عليه السلام، لأنه دعا الله أن يجعله نبيا فصار نبيا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.